لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من بحث فقه نوازل الصيام وقفنا في المرة الأخيرة عند النازلة 11. قال: الدهانات والمراهم واللسقات العلاجية، يعني حكم الدهانات والمراهم واللسقات العلاجية في الصيام. قال: من المعروف أن في الجلد مسمات، يحصل من خلال هذه المسمات امتصاص ما يوضع على الجلد. فمثلا الإنسان إذا وضع على جلده مادة دهنية يمتص الجلد هذه المادة، كما هو معروف ومشاهد، تحط مرهم، تحط كريم، نحو ذلك، والجلد يمتص. ومثل هذه المواد الدهنية توضع مواد علاجية على الجلد، أحيانا يتحط مراهم ونحو ذلك، لأن هذه المسامات تمتص هذا العلاج. وأحيانا توضع العلاجات على شكل لسقات تكون فيها مادة نفاثة، يعني بتنفث إلى البدن، أو مادة علاجية مسكنة، المادة دي محطوطة على الجلد تعمل تسكين، زي أغلب دهانات الروماتيزم والحاجات دي، أو طيارة بحيث أنها لها يعني تتحط كده فترة وبعد كده خلاص ما تبقاش موجود. قال: أو نحو ذلك، فتوضع على الجلد، فهذه المراهم والدهانات التي توضع على الجلد فيمتصها الجلد وتنتهي إلى الدم. إذا قلنا بأن الإبر والحقن التي تعطى عن طريق العضل وتحت الجلد وفي الوريد لا تفطر، فهذه من باب أولى. إذا كان إحنا قلنا الحقن العلاجية كلها لا تفطر، اللي دخلت حقيقة كده صراحة إلى البدن، طب يبقى من باب أولى، ده مجرد إيه؟ بتمتص فقط في مسام البدن. فقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع أنها لا تفطر. وقد حكى بعض الباحثين الإجماع على أن هذه لا يحصل الفطر بها. ومما لا شك فيه أن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحتاجون إلى الإدهان في جلودهم وشعورهم، وهذا أمر معروف عند الناس في القديم والحديث. وحتى في قصة العنبر في الحديث قال: فأكلنا ودهنا. قصة العنبر معروفة، الحوت الكبير الذي وجدوه على البحر. قال: فالإدهان أمر معروف، والدهن يمتصه الجلد، ولو كان مفطرا لبينه النبي لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذا لا شك أنه ظاهر في أن مثل هذه حتى لو كانت علاجية فإنها لا تفطر. يبقى كل الدهانات والمراهم واللسقات والكريمات ونحو ذلك التي توضع على أي جزء من البدن، ولو كانت حتى على أجزاء قريبة من المداخل المعتادة، على الأنف، على الخدين، نحو ذلك، وامتصها البدن، فهذا أيضا لا يعني يؤثر على الصيام، من باب أنها علاجية وليست كذلك يعني يراد بها التغذية، فضلا عن أنها لا تدخل إلى الجوف ولا تدخل حتى من منافذ معتادة ونحو ذلك، والله أعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.